ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أحد السعف، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام هذا العام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير، وبيشهد مشاركة واسعة من المصلين في كل كنائس الجمهورية لأول مرة بأعداد كاملة، وبيبدأ بأحد الشعنين يوم 28 إبريل الجاري. وبيعتبر أحد السعف هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وبيعتبر بداية الأسبوع، وبيرمز لدخول السيد المسيح إلى أورشليم. وبيعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام في الكنيسة، حيث يأتي في نهايتها. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة. هيلتقي بيرنموث مع برايتون في الساعة 4 العصر. في نفس التوقيت هيلتقي أرسنال مع توتنهام. 6:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست. لعشاء الكرة المصرية موعدهم أيضاً النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 20 من عمر الدوري المصري. هيلتقي المصري مع الداخلية في الساعة 4 العصر. 7 مساءً هيلتقي المقاولون مع سموحة.